هذا سائل يقول: أشهد الله على محبتكم فيه، وسؤالي: أنا رجل محب للخير والصلاة وقراءة القرآن وغيرها من الطاعات، ولكنني أشكو من كثرة الوساوس في أمور كثيرة في الدين والدنيا، ولم أستطع الخلاص منها، وذلك من 15 عاما، وأنا في جهاد مع الوسواس، ولكنني أشعر بالتعب كثيرا، وكذلك أشكو من كثرة النظر إلى النساء، وحاولت كثيرا التخلص من ذلك ولم أستطع، وأبكي كثيرا وأتوب وأستغفر ثم أعود، وأتوب وأستغفر ثم أعود، وهكذا، وأشعر بأن ذلك تمكن مني كثيرا، فما نصيحتكم؟ هذا يشكو من مسألتين: مسألة الوسواس ومسألة نظره إلى النساء. المسألة الأولى الوسواس يذهب مع ذكر الله ومع الاستعاذة بالله من الشيطان، مع تلاوة القرآن والإكثار من تلاوة القرآن يذهب هذا بإذن الله. وأيضا لا تهتم بالوسواس، لا يهمك أبدا، اتركه ولا يهمك ولا يضرك إن شاء الله. أما نظر النساء هذا حرام، لا يجوز لك تستمر عليه، ابتعد عن مجمعات النساء وعن أسواق النساء، ابتعد عن الأماكن التي تكون فيها النساء، ابتعد عنها والمخالطة مع النساء. فإذا ابتعدت عنها فإن ذلك يسبب أنك تنسى هذه الأمور وتكرهها بإذن الله. أما إذا كنت تلاحق النساء وتروح لأسواق النساء وتحضر مجامع النساء فلا شك أن هذا سيتغلب عليك، ولو كنت تكرهه يتغلب عليك. نعم.